السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني وأخواتي الأعزاء، كما ترون الآن وحولنا ثلج، والحمد لله الخلاء هذه كلها بخير، لكنني لازلت قلقا قليلا، فأنا أريد أن أصغر هذه فتحات السروح. فتحة السروح في كل صندوق الذي هو تقريبا بهذا الطول، فأنا هكذا أقسم إلى نصفين، أو هكذا أجعله نصف مفتوح. هذه الفتحة ها هنا، والعملية ليست صعبة. كفاية هذه، وضعت هنا، والآن سأرى. وهذه للثانية، ثم سأرفع هذا الغطاء الخارجي، وكإجراء احترازي أو إجراء إضافي لتدفئة الخلية أو المحافظة عليها من البرد، سأغطي هذه الخلية فقط من فوق بهذا النايلون، بهذا البلاستيك، ثم أضع الغطاء الخارجي مرة أخرى هنا. كذا أحاول بسرعة حتى طبعا هذه الأغطية 1 2 3، وهذه كافية، لكن أنا قلق قليلا والبرد شديد في الشتاء هنا، بالإضافة إلى الثلج والصقيع. طبعا هذا ليس ضروريا، لكن كما قلت أنا فقط أحاول أحمي هذه الخلية أكثر، أو هذه الخلايا أكثر. والجزء العلوي هو المهم. الجزء العلوي هو المهم هنا. لكن مجرد احتياط. مجرد احتياط وليس من الضروري.
هكذا. الآن أصبح مغطى وهذه راح تكون آخر زيارة لي للمنحل إلى الشهر الثاني، نهاية الشهر الثاني أو الأسبوع الأول من الشهر الثالث. الآن انتهيت من هذه الخلية وسأفعل نفس الشيء مع الخلايا الأخرى. طبعا هنا بعض النحل جاءت بعض الأيام الجو دفأ شوية فخرج النحلات كثيرة. هذه النحلات الميتة التي طلعت برا ثم ماتت هنا، وهذا طبيعي، الموت هذا موت طبيعي للنحل. نحل يخرج وتصيبه موجة برد فيموت وهو راجع إلى الخلية. هذه مدينة الضباب، ضباب كثيف هنا، وتقريبا حان موعد أو وقت صلاة المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.